هي نافذة أمل مضيئة في واقع مؤتم، تلك التي مثلها الإعلان عن افتتاح مركز نبض الحياة التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا، كأول مركز علاجي خيري متخصص في علاج وجراحة أمراض القلب في البلاد، وانطلاق حملة علاجية تمولها جهات خيرية وإنسانية لإجراء عمليات جراحية قد تسهم في إنقاذ حياة 25 طفلاً تعاني قلوبهم الصغيرة من مشاكل صحية. ندشن قسم جراحة قلب المفتوح والذي تعد هي الأولى من نوعها في حضرموت وعلى مستوى المحافظات الجنوبية كأول مركز قلب خيري على عموم اليمن وأول مركز قلب في المحافظات الجنوبية، يقوم بجميع أنواع العمليات منها القساطر التشخيصية والعلاجية وجراحات التشوهات الخلقية عند الأطفال، وكذلك عمليات صمامات القلب وعمليات زراعة الشرايين القلبية. وليس هذا هو التدخل الوحيد، فمنذ افتتاح المركز أجريت أكثر من 1300 عملية قسطرة علاجية لمرضى من مختلف المحافظات. نظرا للتكاليف الباهظة لعمليات القلب على مستوى العالم وخاصة في كذلك في اليمن وعدم استطاعة المرضى السفر للخارج في ظل الظروف الصعبة، قامت المؤسسة على إجراء العديد من المخيمات وتقليل التكاليف، هي أقل بكثير جدا من المستشفيات الخاصة، فتم الحمد لله رب العالمين خلال الفترة السابقة إجراء 1400 قسطرة تشخيصية وعلاجية. ولا توجد في بلد كاليمن إحصائية رسمية للمصابين بأمراض القلب، لكن سجلات مؤسسة أمراض القلب الخيرية في حضرموت تشير لأكثر من 40,000 مريض من كل الفئات العمرية ومن جميع مناطق البلاد. مع تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد تقلصت الكثير من الخيارات أمام الآلاف من مرضى القلب، وفيما تستمر الجهود الإنسانية والعلاجية لمؤسسة أمراض القلب الخيرية تبرز المخاوف من ألا تستطيع عون وإنقاذ كل هؤلاء، وهي التي تعتمد في ذلك على المساعدات والتبرعات الخيرية في ظل غياب الدعم الحكومي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.